نروح نشوف تقرير لتصريحات صحفيين نيجيريين وردود أفعال الإعلام النيجيري بعد المباراة، وبعد التقرير نروح لفاصل ثم نستقبل ضيفنا الكبير الكابتن الكبير كابتن نادر السيد. خليكم معنا. فازت نيجيريا على مصر 1-0 ومحمد صلاح كان محاصرا بالدفاع النيجيري. كيف ترى أن فريق أوغستن استطاع أن يسيطر على صلاح والهجوم المصري؟ كان هناك دفاعا نيجيريا جيدا، وأيضا كان هناك تركيزا من الجوانب الفنية الدفاعية لدى الفريق النيجيري. الأمر مرتبط بالتدريب، سواء كنت تدرب فريق جنوب أفريقيا أو غيره أو نيجيريا أو غيره من الفرق. أنا سعيد في النهاية أن نيجيريا كان لديها الفرصة وأعطت الفرصة لمدرب يستطيع أن يحقق ما يريد فعله. هذه كانت فرصة جيدة، وسوف يساعدنا ذلك في مباراتنا مع غينيا بيساو والسودان، وثق في هذا أمر جيد. فازت نيجيريا على مصر 1-0 وقام الدفاع بمباراة جيدة جدا. نعم رأيت ذلك، كان هذه مباراة جيدة وكانت أداء رائعا للفريق النيجيري، كان لدينا نجوم من الفريق النيجيري. الأمر أيضا مرتبط بالمدرب وكيف يسيطر على المباراة وكيف يرى ويضع لكل لاعب دورا يقوم به. وفي النهاية رأيت أن نيجيريا استطاعت بسهولة أن تفوز بهذه المباراة. هل كان الهجوم المصري مسيطرا وعليه من قبل الدفاع النيجيري ورغم وجود صلاح؟ نعم نعلم أن الفريق المصري مرتبط بصلاح والآخرين، هو يلعب بشكل جيد وهو قائد الفريق، ونعلم أن هذا سيحدث ونتعامل مع لاعبين مثله، ولكن النهاية هي أننا فزنا. قبل المباراة كان هناك تخوف من وجود محمد صلاح وأنني، ولكن في النهاية كانت هناك نتائج مختلفة وكانت الفوز لنيجيريا، وأستطيع أن أقول أن هذا أداء رائع للفريق النيجيري. وأيضا هناك الكثير على الفريق المصري عليه أن يقوم به، وهناك الكثير من الفرص التي يمكن استغلالها. برغم هذه الخسارة، كيف يمكن أو كيف تتوقع لمصر أن تستمر في المباراة القادمة؟ أعتقد أن في المرة الأخيرة التي فازت بها الفريق المصري كان في مباراته مع الجزائر، وأعتقد أننا يجب أن نستعد لمباريات السودان وغينيا بيساو. هذا يجب أن ننظر إلى الإدارة الجديدة وأن نرى ما سيحدث، ويجب أن نتأهب لمواجهة السودان وغينيا بيساو.